وخمس ثوان. Bearing separation confirmed. تم تأكيد عملية الفصل. ها هو. نعم. تمت بنجاح عملية الفصل من خلال القمر الصناعي. وكتذكرة لكم فهناك عملية استعادة ناجحة. والآن نحن على وشك وعلى بعد 4 دقائق من المهمة. تبدو الأمور طيبة وعظيمة، وكما ترون هنا على الشاشة في الجزء العلوي من الصاروخ ويبدأ في مساره الطبيعي نحو الجانب الأيمن من الشاشة. ومرة أخرى فهذه هي عرض للمحرك الرئيسي، ألا وهو تحليل القمر الصناعي 301. ونحن الآن في مرحلة الخطة الأولى من الخطتين التي يتكون منهما المرحلة الثانية، ونحن الآن على بعد 6 دقائق و7 ثواني كما هو واضح على الشاشة، ليتم إشعال المحركات الخاصة بالمرحلة الثانية. وبعد ذلك فإن المحرك رقم 9 سوف ينفصل حتى يكون لدينا 3 محركات إجمالا تدفع صاروخ خارج الغلاف الجوي للكوكب الأرض. وكما نرى هنا فإن الأجزاء تبدأ في الانفصال عن الصاروخ الأساسي، والوضوح ومرئية الصاروخ هي واضحة، وهو ما يمكن من الأبحاث العلمية التي خاضتها فالكون 9 في إنجاح عملية الإطلاق للمرة الثانية بعد أن تم دعمها مرة أخرى ومرحلة الإنسبيريشن. ونحن الآن على جي بي اس 3-4. ونحن على بعد دقيقة واحدة من المرحلة المقبلة. وإذا ما نظرتم إلى أسفل الشاشة فهو سرعة ومؤشر السرعة، سرعة الصاروخ، ونبدأ في أن نشاهد في تباطؤ سرعة الصاروخ في المرحلة الأولى. ولكن بعد إتمام عملية الاحتراق الكلي للخروج من كثافة الغلاف الجوي، وحقيقة القول فإن غالبية أو معظم هذه السرعة هي بسبب الغلاف الجوي للكوكب الأرض. وسوف أتحدث قليلا عن المحركات واختلاف المحركات على متن صاروخ فالكون 9. هذا الصاروخ تم تحسين قدراته لتصل إلى أكثر من 200 رطل من القوة الدفعية للمحركات في المرحلة الأولى. وكذلك هذه المرحلة تنتج أكثر من 100 طن من الدفع. وكما نرى بدأنا بالفعل عملية الاحتراق الأولى، وسوف تستغرق 20 ثانية. والآن فإن صاروخ فالكون 9 يبدأ في الإطفاء في وكذلك الانفصال عن الأجزاء الخارجية لها والتي سوف تعود إلى الأرض، ويبدأ القمر في بداية مساره على صاروخ فالكون 9. وأؤكد هناك عملية دخول ناجحة خارج الغلاف الجوي، وهذا سوف يحدث في ربما دقيقة و15 ثانية. وقبل أن تبدأ في الأجزاء المحروقة في الهبوط، يمكننا الاستماع إلى اتصال أو مكالمة لتأكيد هذه العملية فيما يتعلق بالمحرك S وانفصاله عن جسم الصاروخ. وتدخل هذه المرحلة بعد مدة 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يتم إشعال المحرك الثاني للمرة الثانية ويتم إغلاقه لاحقا، وبعد ذلك يتم نشره بعد 3 دقائق من عملية الإطلاق وكما هو مستهدف تماما. Expected loss of signal, Cape.
المرحلة الأولى مرحلة الإشعال بدأت. حصلنا على تأكيد من تشغيل المحرك الثاني بنجاح وبدء عملية الفصل عن جسم الصاروخ. مدار اسمي طبيعي، ونحن ننتظر المرحلة الثانية مرة أخرى، والآن تبدأ